بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف صلى الله عليه وسلم. متابعي الوكالة العقارية سير، مرحبا بكم مجددا في هذا العرض الجديد وفيديو جديد. ودائما العروض العقارية متواصلة على قناتكم الوكالة العقارية سير. اليوم جبنا لكم أرض فلاحية محفظة تيتري، يعني منطقة مائية بامتياز كما كتشاهدوا، الكوتاكوت البير، وحاليا مغروسة بالبصلة، والبصلة أي أرض مغروسة بالبصلة علامة ومؤشر على أن الأرض بها الماء ولله الحمد. هذه الأرض كتواجد ما بين سبع عيون وطوشطات، منطقة فلاحية بامتياز كما كتشاهدوا، التربة خصبة جدا، أرض جات زربية ما شاء الله. المساحة ديالها جوج هكتارات إلا ربع، يعني جوج هكتارات قل ربع. التربة ما شاء الله، في التربة ديال صالحة للبصلة، التومة، لأي فلاحة. هذا هو البير ديال هاد الارض، بير يعني الماء موجود ولله الحمد، بواحد الوفره ما شاء الله، يعني منطقه مائيه بامتياز. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا يشريو ارض فلاحيه فهذه فرصه لا تعوض. هذا هو البير، هذا بالموتور ديالو يعني ما شاء الله، وحاليا راه مغروسه فيها البصله، وكما نقولوا منطقه مائيه بامتياز. فمتابعينا الكرام، دائما كنجيب لكم العروض المتميزه، العروض اللي لا مثيل لها كما كتشاهدون، منطقة بامتياز، التربة خصبة والماء، وهذو هما العوامل ديال النجاح. أي مشروع فلاحي يكون عندك الماء ويكون عندك التربة خصبة، فما شاء الله غتكون عندك إن شاء الله بإذن الرحمن الرحيم الفلاحة والإنتاج، ويكون عندك الغلة وتكون عندك أرباح ولله الحمد. فمرحبا بكم متابعي وكالة العقارية تيسير، اللي كيقلب يشري أرض محفظة تيتري من نواحي ديال سبع عيون طوشطات، فهاد الأرض يعني فرصة، فرصة لا تعوض. فأرض محفظة، مساحة ديالها جوج هكتارات إلا ربع، والتربة جد خصبة، كاين الضو، كاين البير، كاين زعما كل عوامل ديال النجاح ديال أي مشروع فلاحي يا متابعينا الكرام. بالنسبة للثمن ديال هاد الأرض يعني ما شاء الله الممتازة، 70 مليون سنتيم، قابل للتفاوض، يعني كاملة كتباع فيها البير ومجهزة، ودابا حاليا مغروسة ببصلة، والبير كما كتشاهدوا أمامكم يا متابعين الكرام. ثمن 70 مليون كاملة وقابل للنقاش مع المشترين الجادين. مرحبا بكم دائما على قناة الوكالة العقارية تسير، وما تنساوش ديروا الاشتراك في القناة باش دائما يوصلكم الجديد. فعروض شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات، متواصلة على قناتكم، القناة ديالكم هذه الوكالة العقارية التيسير. إذا إلى عرض عقاري جديد بحول الله وقوته، نتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.